لليوم الخامس على التوالي ألويات العمالقة الجنوبية تقوم بمحاصرة ميليشيات الحوثية الفارغ خلف هذه التباب، والتي تتحصن أيضا بالمواطنين كدروع بشرية. بعد تحرير وتطهير أحد القرى هنا في منطقة حريب مارب، معنا أحد الألوية قادة الألوية العمالقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم ألوية العمالقة بالتمشيط ومتابعة بعض فلول الميليشيات في قرية الدرب من حريب القراميش. وكانت الميليشيات في فلول الميليشيات هنا تستخدم من المواطنين دروعا بشرية لغرض إجراء مهمتها، ولكن كانت ألوية العمالقة يعني التابعة للقائد أبو زرع المحرمية يعني تصدت لهذه الميليشيات واتخذوا من خلف هذه الجبال مكانا آمنا لهم، ولكن نحن إن شاء الله وبإذن الله سنقوم بملاحقتهم ولا نتركهم يعني شبرا واحدا في أرضنا. إذن العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية الهاربة من منطقة حريب. أيضا نلتقي أحد المواطنين من أبناء المنطقة حريب يعطينا الصورة أكثر عن سير المعارك في هذه المنطقة. المعارك يعني هنا في أطراف حريب يعني قريب من الجوبة، إن شاء الله قريب من ملعى وشرق، وإن شاء الله يعني أنها تحرر سريع إن شاء الله. إذا المعارك تتجه إلى منطقة الجوبة جنوب محافظة مارب، ميليشيات الحوثي فارغ خلف هذه الجبال، هناك اشتباكات عنيفة تجري بين ألوية العمالقة وكذلك المقاتلي الميليشيات. طيران التحالف يقوم باستهداف التعزيزات العسكرية وكذلك المقاتلين الذين يتحصنون بهذه الجبال ويحاولون إعاقة تقدم ألوية العمالقة الجنوبية التي هي متجهة إلى جنوب محافظة مارب وإلى منطقة الجوبة. ردفان دبيس لقناتي العربي والحدث، جنوب محافظة مارب.